اول مباراه رسميه الاهلي خلاص لعبها كانت مع انفي. عايزه اعرف بقى راي حضرتك في الفريق الحالي بقى تحت قياده فايلر، شايف الدنيا كانت ازاي بعد المباراه دي؟ انا هقول الايجابيات في تقييم تجربه ما بعد كورونا. ماشي، يعني برضو بقى لنا فتره 4 شهور تقريبا ما يعني بنلعبش. كان 148 يوم ما بنلعبش كوره، والدنيا ما فيش تدريبات من بعيد. حتى متهيألي فترة الإعداد ما بتبقاش كفاية في ظروف زي دي يا أستاذ لطفي. يعني مناسبة مناسبة. ليه برضو؟ هي بتاخد يعني من 3 أسابيع لشهر هنقول، لكن لما تبقى من أسبوعين لثلاثة قريبة، يعني قربنا المسافات. لكن أنا ليه ما أحطش اللعيب المصري في قالب تاني؟ ليه دايما عايز أعيشه في حتة إحنا زرعنا ثقافات قديمة بنجنيها النهاردة، زرعنا ثقافات كتير قديمه في الميديا وعملناها قوالب وسبناها للناس. النهارده احنا بنخبط فيها راسنا عشان ايه؟ نكسر القوالب الجامده دي. فعايزين، طب انا لازم النهارده افكر تفكير تاني. طب اللعيبه بتوعي، طب امتى يلعبوا تحت ضغط؟ هو لازم انا كيف لك الملعب عشان تلعب مثلا، ولا يعني وعقم لك الملعب وعقم لك الكوره وعقم لك الفرق؟ مش ممكن. خلاص في اجراءات بتتم، ماشي اوكي. طب الايجابيات اللي شفتها في الايجابيات يعني. شفتها ان في اهتمام طبي بقى موجود. يعني كنا امتى نفكر ان احنا يبقى عندنا مراقب طبي في المباريات؟ عمرنا ما كنا بنفكر في الكلام ده. يعني احنا املنا كله يبقى عندنا اسعاف في الملعب. يعني برضه دي نقله تانية في المجال الطبي. اكيد هتغير حاجات كتير في ال3 سنين اللي جايه. ما يبقى عندي النهارده الفار موجود وعندي اطقم بتتعلم عليه واطقم بتشتغل ايا كانت النتيجه، لكن في النهايه اسست مدرسه اقدر هتفيد بعد كده. ما نخرج اول دفعه وثاني دفعه وثالث دفعه، يبقى عندي كوادر تقدر تدير المنظومه بشكل كويس. الحكام، انا شايف ان الحكام يعني واللجنه الخماسيه بصراحه محذره اي حد يتطاول على الحكام، وده شيء مهم جدا وبيحصل في كل دول العالم. ممكن تنتقد،